الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا أيها الأخوة. نبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى في تصحيح وتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. والقرآن العظيم هو كلام الله عز وجل، وأفضل ما يشتغل به المرء القرآن الكريم تعليما وتعلما وسماعا وتدبرا وفهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. فنعيش هذه الدقائق مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والتوفيق، والمدة التي سوف نكون معكم قرابة الساعة أو تزيد قليلا، نحلق فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولنبدأ بسورة الفاتحة. وسورة الفاتحة هي السبع المثاني، وتسمى ولها أسماء كثيرة: سورة الحمد وأم الكتاب، وهي أعظم سورة في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن المعلى حينما دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فذهب يصلي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. معنى الحديث أنه قال في آخر الحديث: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. فلما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألم تقل لي لو علمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: نعم، السبع المثاني. فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فسورة الفاتحة سورة عظيمة، وهي سورة مدنية كما قال أهل العلم، وهي سبع آيات باتفاق العلماء، وبعضهم يعد البسملة من الفاتحة وبعضهم لا يعدها، فمن عد البسملة فجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، ومن لم يعد البسملة جعل صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وسورة الفاتحة جمعت جميع المحامد لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كما جمعت أنواع التوحيد في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. وكذلك تحدثت السورة عن الجزاء، الجزاء عن الأعمال وإثبات البعث، والترغيب في سلوك طريق الذين أنعم الله عليهم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والترهيب من طريق الضالين المغضوب عليهم والضالين ومن شبههم في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسورة الفاتحة بالنسبة لبعض الكلمات هي كما قال أهل العلم 105
و150 حرفا كما قال أهل العلم، وفيها 11 حرفا مشددا كما قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني في الفقه. ولا بد من للقارئ أن يأتي بهذه الشدات 11، فلا بد أن يأتي بها وإلا نقص حرف، لأن الحرف المشدد دائما بحرفين. فهذه الشدات 11 هي في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين في لفظ الجلالة الله، وفي رب، والرحمن الرحيم الراء مشددة في الرحمن وفي الرحيم، وكذلك مشددة في قوله تعالى: مالك يوم الدين في الدال من الدين، وكذلك في الضمير في قوله تعالى: إياك نعبد، والضمير الثاني وإياك نستعين، الضمير هذا المنفصل. وفي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، كذلك في الصاد، وبعدين صراط الذين، صراط الذين كذلك مشددة الذال، الذين اللي هي اللام، ثم الكلمة الأخيرة: ولا الضالين. ولا الضالين، الضاد مشددة، واللام الأخيرة كذلك اللي هي لين، هذا مشددة. فلا بد للقارئ أن ينتبه لهذا، وإلا ينقص حروفا من الفاتحة. وطبعا الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها وإتقانها. ولذلك يعني نود أن نبين أن الفاتحة يا إخواني ويا أبنائي ويا إخوتي، أن الفاتحة شأنها عظيم، فلا بد من بيان هذه الشدات. والفاتحة لها مكانة عظيمة عند المسلمين، فيها طبعا من القراءات في لفظه تعالى: مالك يوم الدين، ورد فيها قراءتان: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فبعض الناس يقرأ بالملك يوم الدين، وبعضهم يقرأ مالك يوم الدين بالإثبات. وإحنا لا نريد أن نتعرض لتوجيه القراءات، لكن نريد أن نبين ما فيها طبعا. وهناك فيها بعض الرسم، رسم المصحف في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا فيه حذف، اسمه حذف اختصار في العالمين، وهو تكرر في القرآن 61 مرة. العالمين لا تكتب الألف إلا ألف قصيرة، يعني ألف إشارة إلى أن هذا الحرف هنا يقرأ. وكذلك في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كذلك الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، في لفظ مالك في ألف صغيرة يسمى هنا حذف إشارة، وهذا إشارة إلى أن في قراءة مالك وفي قراءة مالك يوم الدين. في قوله تعالى: أهدنا الصراط المستقيم، فيها قراءات كذلك، لأنه فيها قراءة بالسين وبالصاد وبإشمام الصاد صوت الزاي، فيها ثلاث قراءات، وهي تكتب في جميع القرآن بالصاد مع أن الأصل فيها السين. وهذه القراءات الموجودة في سورة الفاتحة ويعني تركنا القراءات الأخرى مثل إدغام السوسي أو أبي عمرو أو يعقوب من الطيبة في الرحمن الرحيم، وكذلك تركنا إلحاقها السكت ليعقوب، وكذلك تركنا القراءة بالسين والصاد، وكما قلت لكم يعني أن أقرأها الآن برواية حفص، ومن أراد أن يقرأ بأي رواية أخرى هو حافظ عليها لا مانع من ذلك، لكن نبينها ونوضحها. الآن أنا أبدأ بقراءة الفاتحة، وانتبهوا معي بارك الله فيكم. ونسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه طبعا رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود، وهو تابعي جليل، وقرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الذي قرأ على علي بن أبي طالب بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني باختصار ما قلته في سورة الفاتحة، وإلى اتصالاتكم بارك الله فيكم، وعلى الأخ المتصل أن يعرف نفسه والمكان الذي يتصل فيه. ولنبدأ ببركة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم، من معي؟ أشرف محمد، المملكة العربية السعودية، مصري مقيم في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا أشرف يا محمد. أخي أشرف، ما أنت من حافظ القرآن؟ لا والله لست حافظ طيب القرآن. تفضل اقرأ الفاتحة، يعني هتقرأ برواية حفص. نعم أقرأ برواية تفضل حفص. يا تفضل يا أستاذ أشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يعني كان في شيء، يعني كأنك في غرفة أو كذا، أخرج شوية، أو كان عندك مذياع ولا عندك أي شيء، لو سمحت ابتعد عنه قناة ولا شيء، لأن صوتك حتى يكون صوتك صافي يعني نسمعه. الآن واضح؟ الآن واضح؟ نعم، واضح، نعم، صلى الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن الله إليك يا أستاذ أشرف، لو بل مديت ولا الضالين، طبعا ولا الضال هذا مد لازم، كلمة مثقل، لين هذا مد عارض للسكون، أقل شيء حركتين. نعم، ولكن النفس انقطع يا نعم. نعم، هنا أنت حاول يعني إن شاء الله. طبعا صراط الذين أنعمت عليهم يجوز الوقف عليها كوقف، ولكن ليست رأس آية عند الكوفي، لأن هي آية عند الكوفي كما قال أهل العلم أهل الأداء، خاصة علماء الفواصل، فيعتبرونها آية كلها. فمن كان عنده نفس طويل يستطيع أن يقرأ هذه الآية كلها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقرأها. وإن كان نفسه يعني إن كان نفسه قصيرا فليقرأ إيه، يقف على كما أنت وقفت. قراءتك طيبة وتحتاج يا أستاذ أشرف، أنا أنصحك أنك تبدأ في حفظ كتاب الله وقراءة، ولو تذهب إلى شيخ متقن تقرأ عليه ولو مرة مرتين في الأسبوع أو أكثر، حتى تكون من حفظة القرآن. أسأل الله لنا ولك التوفيق، وبارك الله فيك يا أستاذ أشرف. جزاكم الله خير، جزاكم يا الله خير، يا ربنا يعزك، ربنا يحفظك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ شيخنا الجليل. بارك الله فيك، من معي؟
من الصومال. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في أهل الصومال ووفقهم الله، أهل القرآن أهل الصومال، يعني ما شاء الله يحفظون دائما القرآن ويهتمون بالقرآن ما شاء الله عليك. ما اسمك يا شيخ؟ اسمي شيخنا عبد الفتاح إبراهيم يوسف. ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم، إبراهيم عبد جزاك الله. الفتاح يوسف، أنت من حفظة القرآن يا شيخ إبراهيم؟ نعم شيخنا، نعم حافظ بالقرآن الكريم بالقراءات العشرة المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة. ما شاء الله ما شاء الله، زادك الله من فضله، فبارك الله فيك يا شيخ إبراهيم، ونفع الله بك، أنت الآن معلم تعلم، فلماذا تتصل علينا يا شيخ إبراهيم؟ لا 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 شيخنا، أنت شيخنا نستفيد من علمك، من بارك علمك يا الله شيخنا. فيك، بارك الله فيك وزادك الله من فضل يا شيخ إبراهيم. ماذا تريد؟ تريد أن تقرأ الفاتحة بأي قراءة؟ أي رواية؟ رواية حفص عن عاصم شيخنا، طيب تفضل جزاك الله اقرأ، خير. بارك الله فيك، تفضل يا شيخ نعم إبراهيم. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لو تقف على الرحمن، لو إياك. تقف على رؤوس الآية يا شيخ، يا شيخ إبراهيم هو أفضل. جزاك الله خير أيوة، شيخنا. الرحمن الرحيم، الرحمن، هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يا مد، نعم كانت شيخنا، مدا ويقطع قراءته. نعم جزاك الله خير. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليك وزادك الله من فضله يا شيخ إبراهيم. ما شاء الله، عبد الفتاح شيخنا يسعدك. قراءتك محققة، جزاك الله. وقراءة ممتازة، ومخارج الحروف عندك ما شاء الله، نفع الله بك يا شيخ جزاك الله. إبراهيم، وأوصيك جزاك الله. ونفسي بتقوى الله في القرآن والإخلاص آمين. جزاك الله خير. والمراجعة الدائمة جزاك الله خير. والتعليم، علم جزاك القرآن يا شيخ جزاك إبراهيم، ينفعك الله به في الدنيا جزاك والآخرة، وجزاك الله خيرا. جزاك الله خير. الله يكرمك شيخنا، الله آمين يكرمك ويرفع قدرك. آمين. نعم استغفر الغير عشان ناخذ أكثر. لا إله إلا الله، أستغفر الله وفقنا. من معي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، معك محمد عبد الله. من أي البلاد يا شيخ محمد؟ تتصل من أي الأماكن؟ من الدوحة، من قطر. ما شاء الله، بارك الله فيكم ووفقكم الله جميعا يا شيخ محمد. طيب، آمين. نود أن نستفيد منكم و وفقكم يعني الله، الشرف وفقكم الله. أتمنى يا شيخ منكم. محمد، أنت تحفظ القرآن أو تحفظ شيئا من القرآن؟ نعم أحفظ القرآن الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، نفع الله بك وفقك الله يا شيخ محمد. ماذا تريد الآن الشيخ محمد عبد الله؟ أن أقرأ الفاتحة. نعم، تقرأ برواية حفص. نعم تفضل يا شيخ محمد، أنت الشيخ محمد عبد الله. نعم نعم تفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا توقف على الرحمن الرحيم،
كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يمد الرحمن ويمد الرحيم كما في الحديث ويقف، والأولى الوقف. ولو وصلت الفاتحة، لو وصلت الفاتحة كلها ليس عليك شيء، لكن الوصل الوقف أولى يا شيخ محمد. وشدد الراء شوية، تشديد الراء، الرحمن الرحيم، هكذا. الرحمن الرحيم، أحسنت. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، نعم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أحسنت يا شيخ محمد، قراءتك طيبة ومخارج حروفك واضحة وما شاء الله، وقراءة محققة، نفع الله بك يا شيخ محمد. أنت معلم للقرآن؟ أحسن الله إليك، بارك الله فيك. اجتهد في تعليم القرآن يا شيخ محمد، اجتهد في تعليم القرآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله يجعلنا وإياكم منهم، ينفع بك يا شيخ محمد، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وتقبل آمين. الله آمين. منا ومنكم. آمين، جزاك الله خير، نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم، من معي؟ الله يسعدك، نبغى نقرأ على الشيخ. من معي؟ معك علي محمد. من أين ما تتصل؟ من أين تتصل يا شيخ علي؟ من بحرة. ما شاء الله، وفقك الله يا شيخ محمد، يا شيخ علي. معنا الأستاذ حسن الأهدل برضه. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم وبارك في الشيخ حسن الأهدل. أي نعم، حسن الأهدل. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم، تفضل يا شيخ علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. لو تشدد الراء يا شيخ علي، الرحمن الرحيم، الرحمن، نعم، الرحمن الرحيم، نعم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ما شاء الله، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا شيخ علي، قراءتك طيبة ما شاء الله. أنت تعلم القرآن ولا؟ أنا نتعلم عند الشيخ حسن الأهدل. ما شاء الله، بارك الله فيك، وفي الشيخ حسن، سلمني على الشيخ حسن، بارك الله فيك. يا أبوي أقرأ عليك يا أستاذ، أسلم عليك يا شيخنا العزيز. تفضل 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 يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ علي، تفضل يا شيخ حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ حسن، كيف أخباركم يا شيخ أخي؟ الحمد لله في نعمة، رفع الله قدرك. بارك الله فيك يا شيخ حسن، نفع الله بكم. الله الله يبارك فيك ويزيدك من فضله يا شيخ حسن، واجعلنا وياكم من اهل القران يا اخي، الله يبارك لك. امين يا رب. آمين. جزاك الله خير. تريد ان تقرا شيء يا شيخ حسن؟ نعم شيخنا، نعم. ابو تفضل اقرا الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسن الله إليك يا شيخ حسن على هذه القراءة الممتازة، هذه قراءة ممتازة يا شيخ، محققة ومجودة، وهذا مرتبة التحقيق. بارك الله فيك يا شيخ حسن، واجتهد في تعليم القرآن، رفعك الله بالقرآن يا شيخ حسن. آمين وإياكم شيخنا، وبارك الله الله يجزيك فيكم خير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله أن لكم قبول. آمين آمين، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا أحمد. الله يبارك لك ويجزيك خير، من معي؟ عرف نفسك يا شيخ. معك الأخ معمر من دولة الجزائر. ما شاء الله معمر، أحسن الله عليك وحفظكم الله يا حافظ الجزائر وحافظ الجميع. بارك الله فيك. آمين. أطال الله في عمرك. آمين آمين، بارك الله فيك يا شيخ معمر، ده بارك الله. ماذا تريد أن تقرأ؟ الفاتحة. الفاتحة تقرأها بورش من طريق الأزرق ولا من طريق الأصبهاني ولا من طريق حفص؟ حفص حفص. اتفضل، توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما تستطيع تأتي بها في نفس واحد يا شيخ معمر؟ صراط الذين. ايوه خلاص يجوز الوقت، جزاك الله خير وبارك الله فيك، نفع الله بك يا شيخ معمر، بارك الله فيك. شيخ نريد منك ان تجعل لنا برنامج نقرا عليك. ان شاء الله نسال الله التوفيق، الله يبارك لك يا شيخ معمر، ان شاء الله نسال الله التوفيق، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. امين بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ حياك الله يا سيدي. حياك الله وبياك. محمد الشتوي من ليبيا. أهلا أهلا يا شيخ محمد، بارك الله فيك وحفظكم الله. بارك الله فيكم وحفظ الله المسلمين جميعا، وحفظ الله ليبيا ومن فيها. بارك الله فيكم. ماذا تريد يا ماذا تقرأ يا شيخ محمد؟ تقرأ الفاتحة بأي رواية؟ قالون. تفضل يا شيخ، بالإسكان ولا بسكون من الجمع ولا بالصلة؟ لا لا أعلم يا شيخ أنا. لا لكن أنت قرأ، أنت هكذا حفظتها. ما شاء الله، أنكم تقرؤون بقالون. طيب تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت، قراءتك محققة وممتازة ما شاء الله يا شيخ محمد الشتاوي. نعم يا شيخ. بارك الله فيك، بس غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بس محتاجة مد قصير يعني محتاجة مد شوية.
جزاك الله خير يا شيخ. أحسن الله عليك ونفع الله بك واجتهد. أنت حفظت القرآن يا شيخ محمد؟ لا زلت أقرأ يا شيخ. أسأل الله لنا ولك التوفيق. شمر عن سعد عن سعد الجد واحفظ بارك الله فيك، لأن هذا القرآن يشفع لك يوم القيامة. ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فبقدر ما تحفظ ترتفع الدرجات في الجنة يا شيخ محمد بارك الله فيكم ونفع الله بكم. جزاك الله خير يا شيخ، صلى الله يحفظك. آمين يا أخي إن شاء الله. حبك في الله. حبك الله الذي أحببتني من أجلي بارك الله فيكم. جزاك الله خير يا شيخ، دعي لنا يا شيخ. الله يوفقك لما يحب ويرضى، يوفقك لما يحب ويرضى، ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. أسأل الله أن يحفظ ليبيا ويحفظ أهلها ويحفظ بلاد المسلمين أجمعين، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه يا رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ. بأمان الله، مع السلامة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، كيف حياك حالك؟ الله وإياك، من معي؟ بارك فيك. بدنا نشارك معك يا شيخ الله يسلمك. أي من معي؟ عرف نفسك. محمود ذياب من الرياض المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا يا أخي محمود، بارك الله فيك ونفع الله بك، تفضل اقرأ الفاتحة يا شيخ محمود. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا شيخ محمد وقراءتك ممتازة، قراءتك طيبة ما شاء الله. أنت معلم؟ لا يا شيخ، أنا الله يبارك فيك، ما بس أنا بستمع يعني للقرآن ما شاء الله والإذاعات ما شاء الله يعني. نفع الله بك. أنا أسألك عشان إن كنت معلما تعلم، إن كنت لست معلم، لو كنت لست معلما أن تحفظ وتبدأ في حفظ القرآن. حفظ القرآن بركة ونور، حفظ القرآن بركة ونور وهدى في الدنيا وفي الآخرة يا شيخ محمد. فاجتهد واحفظ، وبقدر ما تحفظ بقدر ما ترتفع في الدرجات يوم القيامة يا شيخ محمد، نفع الله بك. أنا محمود يا شيخ، بارك محمود الله فيك، دعواتك لنا بارك الله وفقك فيك. الله لما يحب ويرضى يا شيخ محمود، معذرة يا شيخ محمود، نفع الله بك، لكن اجتهد في حفظ القرآن، وأنا أقول لك بقدر ما تحفظ بقدر ما ترتفع في الجنة. نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة والمستمعين وجميع المسلمين يا رب العالمين، جزاك الله خير. يعني أنا متابع إليك في تسجيلات كثير وفي مقاطع فيديو وتسجيلات الشيخ أحمد خليل شاهين، ما شاء الله ما شاء الله، متابع كثير وأتدرب على الصوت، ما شاء الله، نفع الله بك، نفع الله بك، بارك الله، نعم، بارك الله فيك، مع السلامة، الله يبارك فيك، مع السلامة، الله يسلمك، الله يسلمك، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخي، من معي؟ بارك الله فيك، الله يبارك فيك، من معي؟ أسأل الله، معك محمد صالح، أسأل الله أن يبارك فيك. آمين آمين، جزاك الله خير. وأن ينفع فيك والله، من أشد آمين آمين آمين، جزاك الله خير. من أي الأماكن من أي الأماكن تتصل يا شيخ محمد؟ من السعودية تبوك. ما شاء الله ما شاء الله، نفع الله بك يا شيخ محمد وجعلك من أهل القرآن. تفضل تفضل اقرأ يا شيخ محمد. آمين، تفضل. نقرأ سورة الفاتحة؟ نعم، احنا في الفاتحة، تفضل. طيب. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله على قراءتك، هذا قراءة جميلة وصوت جميل يا شيخ محمد، أنت معلم؟ لا والله يا شيخ ما أنا معلم، بس يعني الحمد لله يعني من أكثر القراء أتابعهم وأستمع إليهم. ما شاء الله، أنصحك أن تبدأ في حفظ القرآن حتى ينفعك الله بالقرآن وترتفع الدرجات في القرآن وتحصل على الحسنات العظيمة وشفاعة القرآن يا شيخ محمد، بارك الله فيكم. الله يسعدك يا شيخ، بس أكثر المعجبين فيك يعني أكثر ما سمعت رواه إليك. الله يجزيك خير وبارك فيك، الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وينفعنا به في الدنيا والآخرة يا شيخ محمد، بارك الله فيك يا أخي. الله يسعدك يا شيخ، الدنيا والآخرة، الله آمين يحفظك. آمين إياك إن شاء الله، جزاك الله خير، في أمان الله. الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، من معي؟ بارك الله فيكم. محمد زين. محمد زين. ايوه. تتصل من اي الاماكن يا شيخ محمد؟ من دولة تشاد. من دولة تشاد، ما شاء الله، الله ربي الله يحفظ اهل تشاد، يحفظكم جميعا يا رب العالمين، وفقكم الله يا شيخ محمد. بارك الله فيكم، احنا موضوعنا ومشروعنا الان سورة الفاتحة، وهي سورة اعظم سورة في القرآن يا شيخ محمد، تفضل اقرا. ايوه خلاص ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم شيخنا. أيوة، الحمد لله رب العالمين. نعم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله شيخ محمد، قراءتك طيبة، قراءتك أداؤك جميل يعني متقن، وصوتك جميل، أوتيت مزمارا من مزامير علي داود، ونفع الله بك يا شيخ محمد. أنت حافظ القرآن؟ نعم شيخنا. جعلك الله من أهل القرآن، جعلنا وياكم من أهل القرآن، اجتهد في تعليم القرآن يا شيخ محمد ورفع الله بك، وفقكم الله لما يحبه ويرضى، وبلغ سلامنا لأهل القرآن عندك كلهم، وفقكم الله، مع السلامة. يا الله يخليك، بسم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ هلا مرحبا بالشيخ أحمد. بارك الله فيكم. الشيخ أحمد معك، يوسف من ليبيا. نعم. يوسف إبراهيم من ليبيا. يوسف إبراهيم، أحسن الله عليك يا شيخ يوسف، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. شيخ نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك يا شيخ. آمين آمين، وياك إن شاء الله، الله ينفع بكم يا شيخ يوسف وبارك الله فيك. تفضل يا شيخ يوسف، نحن في سورة الفاتحة، في موضوعنا سورة الفاتحة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك. هذه قراءة فصيحة ومخارج حروفها فصيحة، وأداؤك طيب يا شيخ يوسف. أنت معلم يا شيخ يوسف؟ نعم. أنت حافظ القرآن؟ والله يا شيخ حافظ بعض القرآن، أنا طالب قاعد نقرأ شيخ. ما شاء الله، لا أنصحك أن تتمم حفظ القرآن يا شيخ يوسف، ما شاء الله نفع الله بك. الزم الشيخ الذي قرأت عليه، الزمه واتمم حفظ القرآن، نفع الله بك، وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وحفظكم الله جميعا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. شيخ انا معلش يرجمونك، انا حاليا سوى نسأل الله ان اخواني ان دعاء لي وجميع المسلمين، والله حاليا مصاب انا بالمرض كورونا، اسال الله ان يرفع عن جميع الامم المسلمين. اسال الله ان يعافيك ويشفيك ويشفي ويعافينا ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اسال الله في هذه الساعه المباركه ان يشفيك ويعافيك يا شيخ يوسف، وارقي نفسك بفاتحه الكتاب يا شيخ يوسف وبالمعوذتين وبعض الادعيه الشرعيه وايات الشفاء. أنفس في ماء واشرب، وأنفس على نفسك ومع الأدوية وأخذ الحيطة، فإن الله عز وجل أسأل الله أن يشفيك ويعافيك وجميع المسلمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ، والله أنا أحبك في الله، والله أنا كل يوم أستمع إليك يا شيخ. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخ يوسف، نفع الله بك، الله يبارك، أحبك الله الذي أحببته من أجل، الله يجمع بك ويوفقك ويصلح لك نيتك ويجعلك بارا بوالديك. والله انا الحمد لله، انا نيتي وصلت الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك، مع السلامه، في امان الله. نسأل الله يوفقك. امين امين، جزاك الله خير. لا اله الا الله، استغفر الله. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي؟ من معي؟ محمد بشير. محمد بشير، من أين تتصل؟ من أين يا شيخ محمد؟ نعم؟ أقول من أين أماكن تتصل؟ من مصر إن شاء الله. ما شاء الله، وفقك الله يا شيخ محمد. إحنا مشروعنا سورة الفاتحة يا شيخ محمد، تفضل. نعم تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في عندك مذياع ولا شيخ محمد؟
عندك كان عندك تلفزيون، عندك اي شيء تطفيه عشان الصوت يصير واضح يعني؟ حاضر يا مولانا. نعم تفضل. كده الصوت احسن؟ اي نعم احسن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما شاء الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما شاء الله يا شيخ محمد، أنت حافظ القرآن يا شيخ محمد؟ أنا خادم وعندي 13 سنة، أنا دلوقتي عندي 43 سنة. ما شاء الله ما نف ما ت... متعك الله بالصحة والعافية، أنت قرأت على من يا شيخ محمد؟ أنا قرأت على الشيخ محمود طلبة وأحد تلامذة الشيخ حكيم عبد اللطيف يعني. نعم نعم نعم، غفر الله له، هو شيخنا هذا يعني قرأنا عليه من قرابة من سنة عشرات السنين قرأنا عليه الطيبة في سباعة القراءات في السبعينات ومع الثمانينات ما شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ محمد، واجتهد في مراجعة كتاب الله وفي حفظ القرآن، حروفك ممتازة ما شاء الله، ونفع الله بك يا شيخ محمد. الله يبارك في عمرك، جزاك الله عنا خير. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخ محمد. تفضل سيدي. مع السلامة. كيف حال الشيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ معك وليد ناصر. وليد؟ وليد ناصر. وليد ناصر من أي البلاد يا شيخ وليد؟ أنا من اليمن. ما شاء الله نعم، نسأل الله أن يحفظ أهل اليمن ويبارك في الجميع، يبارك فيكم جميعا يا رب. آمين يا رب. الله يحفظكم جميعا يا رب العالمين، تفضل يا شيخ ناصر، احنا في سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله شيخ وليد صوتك حسن وصوتك سهل ومريح ما شاء الله، أنت حافظ القرآن يا شيخ وليد؟ لا والله احفظ شيء من القران. لا حاول انك تشوف شيخ عندك المشايخ في اليمن كثر واقرا واحفظ. انا في الطائف. انت في الطائف، طيب في الطائف عندك المشايخ كثر في الطائف، التحق حتى ترتفع درجات في الجنه يا شيخ وليد، يقال لك ان شاء الله يقال لصاحب القران اقرا وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرأها يعني تحفظها، فبقدر ما عندك من الحفظ بقدر ما ترتفع مع العمل والإخلاص. بارك الله فيك ونفع الله بك يا شيخ وليد. إن شاء الله إن شاء الله. آمين الله يحفظك. آمين مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب الشيخ أحمد خليل. الله يبارك فيك ويجزاك، بارك الله فيك يا أخي، بارك ونفع الله بك، من معي؟ أنا محمد خنفر من الأردن عمان. ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ يا أستاذ محمد. ونفع الله بك ووفقكم الله ووفق الله أهل الأرض لما يحب ويرضى يا رب العالمين. تفضل، احنا معانا سورة الفاتحة.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، أوتيت مزمار من مزامير علي داود يا شيخ محمد، نفع الله بك. أنت تحفظ القرآن؟ لا، اجتهد اجتهد واحفظ القرآن حتى يشفع لك القرآن وترتفع به في منازل الجنة يا شيخ محمد، بارك الله فيك. قراءتك واضحة وطيبة وصوتك جميل، بس تحتاج إلى معلم تقرأ عليه عشان تكمل الحفظ، بارك الله فيك، وتكمل الأحكام. رفع الله قدرك يا آمين. شيخ الدنيا والآخرة. آمين. وياك وياك وياك، نفع الله وصلح الله كنيتك وذريتك وجعلك بارا بوالديك يا شيخ محمد. جزاك الله خير يا شيخ. آمين. جزاك الله خير. آمين. في أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ بنيامين محمد فيلو. محمد يمين محمد كيلو. نعم. من أي البلاد يا شيخ محمد اتصل؟ من الصومال. ما شاء الله. نعم بارك الله فيك على الصومال، وبارك الله فيكم يا شيخ من يمين. تفضل معنا سورة الفاتحة. أقرأ سورة الفاتحة. نعم. أنت تقرأونها بحفص برواية حفص عن عاصم. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسن الله إليك يا شيخ بنيامين. لكن صراط الذين أنعمت عليهم، إذا ضاق نفسك قف على صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تبدأ تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى آخر الفاتحة. أولى. بارك الله فيك. أنت حافظ كتاب الله؟ حافظته 15 أجزاء. اجتهد في الحفظ يا شيخ محمد حتى يرفعك يا شيخ بنيامين، حتى يرفعك الله به في الآخرة في الجنة. اجتهد في حفظ القرآن، وقراءتك فصيحة وبليغة، وقراءتك واضحة ما شاء الله، وصوتك جميل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. جزاك الله خير يا شيخ. آمين آمين. جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك. بارك الله فيك. بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. من معي؟ مصطفى حسن من اليمن. ما شاء الله يا شيخ مصطفى، بارك الله فيكم ونفع الله بكم يا شيخ مصطفى. احنا عندنا سورة الفاتحة يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتني من اجله، الله يبارك فيك وينفع بك يا شيخ مصطفى. الله يحفظك ويطول بعمرك ان شاء الله. امين امين. معنا سورة الفاتحة، تفضل اقرا يا شيخ مصطفى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم، قل الرحمن الرحيم، وقف اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته، يقطع قراءته على الآيات، خاصة في سورة الفاتحة. فالسنة اللي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يقرؤون آية ويقفون عليها، ولو وصلتها ليس عليك شيئا، إذا وصلتها ليس عليك شيء، لكن الأولى أنك تقف على الآية، كل آية في الفاتحة يا شيخ مصطفى، تفضل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نفع الله بك، ما شاء الله، صوتك جميل وقراءتك واضحة وفصيحة، نفع الله بك، واجتهد في حفظ القرآن يا شيخ مصطفى. أنت تحفظ القرآن؟ الله يحفظك يا شيخ، والله مقصر في حقك. لا، احفظ بقدر ما تحفظ، بقدر ما ترتفع في الجنة، في درجات في الجنة يا شيخ مصطفى. أوصيك أنك تحفظ القرآن. بارك الله فيك، نفع الله بك، مع السلامة. الله معك إن شاء الله. آمين. من؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ معكم مهدي من اليمن. أهلا وسهلا يا شيخ مهدي، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ مهدي. احنا عندنا سورة الفاتحة. تمام، نقرأ عليكم إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا شيخ شيخ مهدي، لكن أنك قرأتها بسرعة، يعني تأنى شوية، اقرأ بتؤدة وطمأنينة، ولكن صوتك ما شاء الله رخيم وطيب، صوتك جيد. تحفظ القرآن يا شيخ مهدي؟ حفظت بعض الأجزاء، إن شاء الله ادعوا لنا نكمل. الله يوفقك لما يحب ويرضى. أنا أنصحك أنك تحفظ القرآن حتى يرفعك الله به في الجنة درجات، ويقال لك اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نفع الله بك يا شيخ مهدي، بارك الله فيك. ممكن أقرأ مرة أخرى عليكم سيدي؟ لا، هي قراءتك طيبة، لكن يعني أنت قرأت بسرعة شوي، لا قراءتك طيبة، بارك الله فيك ونفع الله بك. آمين آمين. نعم. يا رب آمين، جزاكم الله عنا كل خير. آمين، في أمان الله، جزاك الله خير. ناخذ آخر اتصال، خليها تكمل لربع، أنا ربع أوقف إن شاء الله. 10 دقائق. تفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ خير الله، من معي؟ معك عبد السلام اليافعي من جدة. ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ عبد السلام، نفع الله بك. تفضل، احنا في سورة الفاتحة يا شيخ عبد السلام، تفضل. نعم. نحن في سورة الفاتحة، موضوعنا. نعم. تفضل اقرأ. اقرأ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك يعني حروفك واضحة وقراءتك سهلة لينة وطيبة، قراءتك وصوتك جميل يا شيخ شيخ بارك الله فيك ونفع الله بك، واجتهد في حفظ القرآن حتى ينفعك الله بالقرآن يا شيخ، بارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ، آمين. جزاك الله خير. وياك الله. آمين، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ أهلا أهلا. نعم. محمود من ليبيا. بارك الله فيك يا شيخ محمود وحفظكم الله يا أهل ليبيا ونفع الله بكم. تفضل، نحن في سورة الفاتحة، نقرأ في سورة الفاتحة يا شيخ محمود. هيا يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما شاء الله ما شاء الله ونفع الله بك، وقراءتك واضحة وصحيحة وما شاء الله، واجتهد في تعليم القرآن وحفظ القرآن يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ محمود. آمين آمين، جزاكم الله خير، مع السلامة، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، من معي؟ معك علي دبوان المنصور. نعم، من أي الأماكن تتصل يا شيخ علي؟ السعودية. ما شاء الله وفقكم الله. طيب تفضل، احنا في سورة الفاتحة موضوعنا. الله يجزاك الجنة. آمين وياك إن شاء الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أحسنت بارك الله فيك، وقراءتك واضحة وطيبة واجتهد في حفظ القرآن، بارك الله فيك، جزاك الله خير ونفع الله بك. الله يجزاك خير يا شيخ، أنا حافظ القرآن كامل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، نفع الله بك، علم القرآن، خيركم من تعلم القرآن علمه، بارك الله فيك، وراجع القرآن يا شيخ. حفظك ربي يا شيخ. آمين وياك إن شاء الله، في أمان الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، من معي؟ عبد الله.
الرحمن من السعودية. ما شاء الله يا عبد الرحمن، أنت حافظ القرآن يا عبد الرحمن؟ أيوة حافظ 5 أجزاء وقربت أخلص الخامس. ما شاء الله وفقك الله، اجتهد اجتهد حتى يرفعك الله في الجنة بهذا القرآن يا عبد الرحمن، نفع الله بك. تفضل اقرأ الفاتحة يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. شوف يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن اهدنا الصراط، مش الصراط، مش تاء، هي طاء، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، الصراط، طاء، قل طاء، طاء، الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، لا الصراط، الصراط المستقيم، طاء، الصراط المستقيم. ممتاز ممتاز ما شاء الله. صراط الذين، لا صراط، صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضا، ولا الضا، ضا، ولا الضالين. ولا الضالين. ممتاز يا عبد الرحمن ما شاء الله. أنت تدرس في أي الصف، الرابع أو الخامس؟ الرابع. ما شاء الله، نفع الله بك وفقك الله يا عبد الرحمن، مجتهد في حفظ القرآن، نفع الله بك. أخي عبد الله عايز يشارك. يشارك، طيب يلا خليه يقرأ، اقرأ سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، صراط، يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، اهدنا الصراط، طاء، ما هو صراط، لا مش تاء، طاء، طاء، اهدنا الصراط المستقيم، ممتاز، صراط الذين، صراط، صراط، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، نعم، عليهم ولا الضالين. ممتاز يا عبد الله، أنت في صف رابع ولا في ثالث؟ الثاني يا أستاذ. مستاذ الثاني، ما شاء الله، ده أنت ممتاز، شاهد في حفظ القرآن، لازم أنت أنت وأخوك عبد الرحمن لابد أنكم تذهبوا إلى الشيخ، تحفظ على شيخ متقن وحافظ القرآن حتى تكونوا من حفظ القرآن، نفع الله بك ووفقكم الله لما يحب ويرضاه، وجعلكم قرة عين لوالديكم يا رب العالمين. طيب جزاكم الله خير. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شيخنا. بارك الله فيك ووفقكم الله، من معي؟ معكم نور. نعم. معكم يونس من بركينا فاسو. ما شاء الله ما شاء الله، يونس من بركينا فاسو، وحفظكم الله يا شيخ يونس. نحن نقرأ في سورة الفاتحة. ماشي يا شيخ. تفضل اقرأ سورة الفاتحة يا شيخ يونس. يمكن الجمع السبعة؟ ما فيش مشكلة، تفضل اقرأ.
طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين، صراط أعطف عليه خلاص. لا لا ما هي مشكلة، أخذ أعطف. صراط الذين أنعمت عليهم، أيوة. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. لا أنت هذا خلاد، لأن خلاد قيل له الموضع الأول في سورة الفاتحة. أحسنت، تفضل. طيب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليهم ولا الضالين. شيخ لا، هو شيخ يونس لما قلت صراط الذين أنعمت عليهم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالون يروح مع ابن كثير يكون أولى من أول المعنى. جبته يا شيخ. ايه بس ابدا من غير. ايوه بس ما بانت عندي غيري، قلت عليهم انت على طول. على كل نقولها ثاني ما فيش مشكله. غير المغضوب عليهم، نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سأل الله عليك يا شيخ يونس، ما شاء الله اجتهد في تعليم كتاب الله عندك، انت عندك القراءات السبع. ايوه شيخ انا. عندك القراءات السبع؟ ايوه عند العشر. ما شاء الله، نفع الله بك ووفقك الله يا شيخ يونس، واسال الله لنا لك التوفيق ويشفع لنا القران يوم القيامه، واجتهد في تعليم القران، واجتهد في تعليم القران، بارك الله فيك، حتى يقال لك يوم القيامه اقرا ورقه وارتقي الى اخر الحديث، بارك الله فيك ونفع الله بك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بهذا إخوتي وأخواتي أخواني المستمعين، بهذه الاتصال الأخير نختم هذه الجلسة المباركة في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة في الساعة المباركة. أسأل الله أن لكم التوفيق وأن ينفع بكم، ويجعلنا وياكم مباركين، ويجعلنا وياكم من أهل القرآن، وإلى لقاء قادم إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى مع كتاب الله وعلى مائدة القرآن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.